وهذا كان شيء عجيب لما انا الواحد بيجي مثلا جيت من مصر عندي تصور ان الجيش الحر يشبه العلمانيين الموجودين عندنا. جيد؟ لما جيت هون اكتشفت لا، الامر مختلف تماما. صح. جلست معهم وسالتهم انتم تريدون ان يحكم؟ قال نعم، نريد ان يحكم بشرع الله عز وجل. فحتى فصائل الجيش الحر اغلبها ماشي على مستوى حتى العناصر والقيادات المتوسطه، القيادات اللي موجوده في الداخل السوري، عيبك من القيادات الخارج انا ما اعرف.